مفيش تعليم بشكل منظم على المستوى العام. العداله الاجتماعيه هي طريقنا للحريه، العداله الاجتماعيه في حقي في وظيفه، العداله الاجتماعيه في حقي في عمل، حقي في سكن، حقي في ان انا اعيش احس ان انا اشعر ان انا عايش زي غيري، ما اعديش شارع منطقه ثانيه واشعر اني حقي مهضوم في منطقه اخرى. ده بالفعل الموجود. بنحاول على تنظيم الناس في معركتنا، بنتكلم على ان محدش هيجيب حق حد الا لو حد فعلا حاسس ان انا حقي ده لازم ادافع عنه. المشاكل الموجوده على الارض في قطاع الخدمات المنطرح حقوق الناس فيها داخل حي ولاء الدكتور، وطبعا سوف يعني ندافع ونطالب الدوله ونطالب الحكومه بالتزام بتحقيق العداله الاجتماعيه في جميع الخدمات المقدمه على مستوى الحي فباقي الاحياء المحيطه بيه زي المهندسين وزي العجوزه وزي مصر وزي كل احياء مصر. ده جزء من تحقيق العداله الاجتماعيه. العداله الاجتماعيه لن تتحقق الا بتحقيق المساواه في توفير الخدمات لكل الاحياء بقدر المساواه. احنا طبعا بنحاول ان نجرب منافسه داخل قطاع كبير جدا من الراسماليه والسلطه الفاسده السابقه في عهد مبارك ورجال مبارك، وطبعا المنتفعين واصحاب المصالح اللي هم دايما بيستخدمون المال السياسي، احنا بوجودنا داخل الجماهير وبوجودنا في وسط الجماهير وارتفاع مصالحهم ان شاء الله قادرين على المنافسه. رؤيتنا الاساسيه ان ازمه مصر الاساسيه وازمه الاقتصاد المصري الرئيسيه بتتركز في اننا اهملنا القطاعات الانتاجيه وهي القطاع الزراعي والقطاع الصناعي، وان مصر لن تنهض ولن تستطيع الوقوف ومواجهه كل المخططات اللي بتحاك ضد مصر الا بتنميه زراعيه حقيقيه وعوده الزراعه كمرتكز رئيسي للاقتصاد المصري و عودة الصناعة لدورها في تغطية الزراعة والصناعة، هما جناحي الإنتاج والاقتصاد المصري اللي بيعتمدوا على تغطية احتياجات المواطنين من الغذاء والكساء وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتأجيل الاستيراد والاعتماد على الخارج. وبالتالي إذا لم نصلح أوضاع الزراعة والصناعة وإذا لم نصلح أوضاع الفلاحين وأوضاع العمال سنبقى في دوائر تعتمد على الاستيراد وتعتمد على الديون الخارجيه وتعتمد على الاخرين في تدبير اقتصادها واستنزاف مواردها الطبيعيه. هي لتحقيق العداله الاجتماعيه. الحريه هي دعامه العداله الاجتماعيه وهي الدعامه الرئيسيه لمواجهه الارهاب والعنف، ولن نستطيع مواجهه العنف والارهاب الا بنقابات مستقله وتعاونيات مستقله واحزاب مستقله وصحافه حره مستقله وجمعيات اهليه مستقله وبدون مواطنه متساويه تساوي ما بين جميع المصريين. وعشان كده احنا بنسعى بمرشحينا للوصول الى مجلس النواب من اجل طرح هذه الافكار واعلاءها على باقي القيم الاخرى. يعني يوم 24 يناير استشهدت زميلتنا شيماء الصبر وهي تحمل الولود ومتجهه لتكريم ابطال صوت، وبالتالي الانتخابات كانت في فبراير كان بعديها بايام، واللي احنا خدناه في الحقيقه هو كان موقف عبرنا عنه كده عدم المشاركه، ما قلناش المقاطعه وما قلناش هندعو الشعب سواء احنا كتحالف شعب اشتراكي او كتيار ديمقراطي، كان بالعكس كان في تصويتين، تصويت المقاطعه وتصويت عدم المشاركه. احنا قلنا عدم المشاركه كموقف احتجاجي لدم سخن موجود لسه في الشارع، وطرحنا مطالب في مقدمتها وضع المجرم القاتل داخل القفص.